وصلنا معكم لفقرة الطب البديل، فنرحب بالأستاذ فهد البناي اختصاصي الطب البديل. نقول صباحك ورد. صباحك بالخير إن شاء الله، وجعل لك العافية والبركة. اليوم عندنا صمغ، صمغ عربي. اي نعم. نبي تسولفنا عن فوائده وشنو استخداماته. نعم، أول شيء طبعا نسمي بالرحمن، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم مبارك على سيد الخلق سيد العبة سيد محمد خاتم الأنبياء المرسلين. احنا قدامنا اليوم كنز ويسمونه النفط العربي. أها. او الصمغ العربي، لانه ثروه، لكن للاسف احنا نقول هي موجوده ولكن لا تستغل. هي موجوده الان يعني طبعا بالسودان بالسنغال، ولكن افضل انواعه هو الهشاب، يعتبر صيدليه متكامله، كانه يعني يعتبر كانه مضاد حيوي طبيعي ممتاز. حلو. وهو يدخل في اللي ما يسمى البريبيوتيك اللي هو الغذاء الحيوي. الغذاء الحيوي احنا لما نقول غذاء حيوي متكامل، سبحان الله نلاقيه وين؟ في حليب الام. لذلك الله سبحانه وتعالى امرنا بان تضع الام طفلها سنتين، يكون نوع من البكتيريا النافعه. هذه البكتيريا النافعه تفيد الطفل خلال حياته من هو صغير لما هو يكبر. هذه البكتيريا النافعه وهذه الالياف وهذه موجوده وين؟ موجوده في الصمغ العربي. يعني اللي ما اخذ الكميه الكافيه في غذائه الصحي وهو صغير يقدر يعوضه وهو كبير. نسبه الالياف تعادل اعلى من 80%. منظمه الصحه او كذلك في امريكا دار التدويه الطبيه توصفه انه فارماسي، كانه صيدليه متكامله. يدخل في باب السكر، الضغط، الكوليسترول، ولقوا انه علاج فعال او يساعد في منع الاصابه بالكلى اللي الان تعتبر منتشره. سبحان الله. الكنز العظيم مو كذي بس، انه يدخل في جميع الادويه، يعني اكثر الادويه المصنعه الان تدخل فيها، الاصباغ، المثبتات، حتى العطور يدخل فيها، حتى الميك اب يدخل فيها، المشروبات الغازيه كنوع مثبت يعتبر كنز عجيب من الصمغ العربي. ليش موجود؟ انا اشوفه في عبوتين، واحد مثل بودر وواحد مثل قطع. القطع هو عمليه الطحن. اها. نلجا الى عمليه الطحن، يعني الافضل انه ينطحن. ينطحن اي عشان تقدر تاكله. أوكي. لانه هو يكون صلب شوي جامد. هو اللي يعني انا فكرت ممكن ياخذ وتعلق شوي يتكسر. ممكن بس عاد يبي اسنان يعني قويه وكذا. زين، اذا صار بودر شلون استخدمه؟ تاخذ تقريبا ما يعادل ملعقه، نص ملعقه وسط. أوكي. وتضعه على الماء. تخيل انت لما تاخذه كانك ماخذ كميات عاليه من الالياف والسيلوز. سبحان. والمضادات الحيويه العاليه اللي تنقي وتصفي جسم من اليوريك اسيد وحمض البولينا والسموم، هذه كلها اللي تطلعها من الجسد. سبحان الله. فهو يعتبر كنز عجيب. الان تجاربه كذلك على مرضى القولون، لان احنا عندنا المجتمع خاصه المجتمع العربي بسبب سوء التغذيه عندهم مشاكل القولون، لقوا ان انت لما تاخذ الصمغ العربي يبدا يحلل هذه السموم، وبعدين مع الايام يختفي مرض القولون. فاحنا نقول لمرض السكر اخذه امن ما في اي ضرر، مرض الضغط ياخذه. يعني عندي انا من اصدقاء اختفى عندهم السكر، عندهم الضغط، البعض وقف عن عمليه الغسيل باستخدام الصمغ العربي الهشاب. لذلك الان بالخارج امريكا، كندا، المانيا يستخدمونه مع الادويه، يضاف مع الادويه، بعض مركباته تضاف الى الادويه حتى تعطي فعاليه. نعم. اكبر. حضرتك قلت نيبه من السودان والسنغال. نعم. ابي هني بالسوق المحلي من وين يبه؟ موجود بالاسواق عند الحواي مثلا، موجود ولا؟ عند بعض الحواين البعض عندهم موجود. ايه؟ ولكن احنا نبي نعرف شلون طريقته. هو بالصح يجي شجره اسمها شجره الصمت، وانا اتمنى او شجره الطلع اتمنى ان تزرع بالكويت بدل الاثل، لان تعتبر شجره صحيه. ممكن زراعتها يعني تتوامع بها وتتحمل الحر، لان السودان حر. صح. فتتحمل الحر وتعيش معك سبحان الله. وانت لما تجيب اله عندهم اسمها اله الجرح، تجرحها تبدا تقط منها ماده صمغيه، هذه الشمعيه او غاتنجينيه، فتجمع وبعدين تجي اله الجرح هذه فتحكها، يسمونها عمليه قشط، وتجمعها. يعني المعدل ما يعادل تقريبا يعني السنوي 10 الى 20 كيلو مدخول بس هذه الشجره. طبعا المبيعات بالنسبه للسودان ما يعادل تقريبا 100 مليون دولار. سبحان الله. حق الصمغ العربي، لكن اذا استغل بطريقه التصنيع راح مثل ما قلنا راح يدخل مدخول كبير. الان بدا ينتشر في العالم ويعتبر كنز.
الكنز العجيب هذا البودر هو بكل بساطة لو تعود نفسك تاخذه راح تلاقي أمراض كثيرة، وراح تلاقي اللي يسمونها البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة هي الموجودة اللي تعطيك لما يسمى البروبيوتيك الصحي. طيب قبل لا نختم اللقاء ودنا نشوف شلون لما تحط خلينا نقول مثلا قفشة من البودر بالغلاس شلون تعمل الذوبان وكذا. ماشي. بس عادة ابو فهد عبد المحسن البرقاوي هو اللي يشرب. لا انت اللي راح تشرب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نقول نص ملعقة. نعم. زين هالكذا. كافي. اي تحطها على قلاص ماي للمصابين. دافي بارد. من الفلتر شوي دافي ما في مانع. تمام. زين راح تلاقي اذا عندك امساك، عندك مشاكل في الهضم، في اي شيء سبحان الله يبدا يختفي. لاحظ ذاب. خلاص ما في. يعني العملية الإذابة كم جرعة باليوم؟ باليوم تقدر تشربها مرة واحدة يكفي. أول الصبح الريج ما في مانع. هو على ريج ممتاز لإزالة السموم من الجسم. يقول لك كل مرة تاخذه أنت قاعد تسوي مصفات للكلى، كأنه قاعد تشرب ما يسمى بالممبرين اللي هو مصفات الكلى. يعني أنت قاعد تصفي الكلى وتطلع منها السموم، لذلك يعتبر سموه الكنز العربي أو النفط العربي. تمام يعطيك الف عافيه. الله يسعدك. وان شاء الله يعني اللي يعني يحتاجون مثل هذه الادويه، اعتقد احيانا مثل ما قال طبعا الاستاذ فهد البناي هذه الادويه البديله قد تكون احيانا انجع حتى من الادويه الكيميائيه، وان شاء الله طبعا تزامنهم مع بعض ايضا ما فيكم الا الصحه والعافيه من خلال استخداماتها. شكرا لك استاذي الفاضل. شكرا لك. تشرفنا دائما في استديو صباح الخير يا كويت، دائما نستفيد منك. الله يعلي شانك وبارك في رزقك. قواك الله. ننتقل الان الى الركن المبهج في صباح الخير يا كويت، وعندنا ختام برنامج صباح الخير يا كويت مع ورود حياه وساره اشرف، ونشوف الشكل النهائي لتنسيق الورد عندنا في هذا اليوم. شكرا.